هنا رانا في غابة الرادار لجمعية الرسطوميين تياريت، وعندنا عائلة الجبل الوطنية، واللي قام بهذا الشيء التحالف الوطني المجتمع المدني الجزائري، هو اللي عطانا هذا كما احنا نقولوا كوتبوس باه نديروا هذا التظاهر. هذا التظاهر باه تكون في العلم، هذه الرابعة في ولاية تيارت. الأولى درناها جوست فوق المناج، والعام العام الزوج درناها في غابة القاعدة في دائرة فرندا، والرابعة درناها العام اللي فات لو 17 مارس، والسنة أنا عاودناها لو 9 10 11. اليوم الخميس والجمعة والسبت. حنايا من ولاية بومرداس، والأعضاء تاعنا كاين حتى 18 ولاية اللي راهم حاضرين لهنا اليوم، وين راح نقوموا إن شاء الله بعملية التشجير في المنطقة الجبلية هذه، ومام طون ثانيك كونوا نشاركوا معاهم في ألعاب ترفيهية اللي راح تكون تعلم تقنيات التجوال في الغابة. وهذا التقنية التجوال في الغابة وين الناس تتعلم تقرا لي بوصول، تعلم تقرا كارت جيوغرافيك، تعلم تقرا تعرف المناطق الوعرة، المناطق السهلة، وين راح ان شاء الله الناس تتعلم التقنيات هذو باش يتجنبوا الاخطار. هكذا الناس تعرف وين تمشي، او ميم طون يعرفوا المسالك باش نحميو الطبيعة تاعنا، نحميو لافوني لافلور، نقولوا الاشجار والحيوان وكلش. ومن بين التقنيات هذو وين الناس راح تكون في كيما نقولوا تجيب فايده ايجابيه للطبيعه. كما راكم تشوفوا اليوم رانا في اجواء تخييم مع الرحال الرسطوميين اللي داروا لنا هذه المبادره ونظموا لنا هذه الخرجه. كاين تقريبا من كل الولايات راهم متواجدين معنا، والحمد لله راهي التنظيم ما شاء الله. اجواء شتويه، الصباح كان ثلج، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. وراه الامن كان يدور، الدرك الوطني، يعني الامور مضبوطه، كل شيء راه ما شاء الله، ورانا فرحانين بهذه الاجواء، رانا نبروفيتو في بلادنا. سي بيل شوز، سوي تري اكزيتي بارتاجي لافونتور افيك مي زامي، اي نو ريميرسيون تو لو موند بور بارتيسيبي مع لي روستوميك، وميرسي بوكو. اجواء كانت اغريابل، مليحه، لا سيكوريتي، كل شيء. عجبني التخييم، عجبتني النار، واليوم صدت الثلج، عجبني الحالة هنا يا في الغابة. ماش بيتك؟